السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رجل توفي رجل يا شيخنا ودفن بالخطأ في مدافن النساء، حكم الشرع فيها. مضى كم زمن على هذا؟ ليلة امبارح يعني، ما يعني وقت قصير. ممكن تفتحوا إذا كان لن يتأذى الناس، لن يتأذى الناس من إخراجه، أو هو يعني لا يتأذى الناس من إخراجه، أو هو أيضا لا يعني يهان أمام الناس إن ريحته ليست بطيبة، يجوز أن تنقلوه أو تمهلوا فترة وانقلوه كما فعل جابر بأبيه رضي الله عنه. بارك الله فيك يا الله شيخ. يسلمك.